السلام عليكم إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. إذن مع اقتراب فصل الشتاء اليوم سنتحدث عن برنامج أسبوعي لطيور البارجي والفيشر. إذن ماذا نقدم لهم طيلة الأسبوع؟ إذن أول شيء بالنسبة للحبوب، الحبوب تقدم طوال أيام الأسبوع. بالنسبة للحبوب التي أقدمها لطيور البارجي والفيشر هي حبوب الخرطال وحبوب الزوان وحبوب البشنة كما تلاحظون في الصورة، الذين البشنة الزوان أو حبوب الكناري وكذلك الخرطال، أقدمها للفيشر وكذلك للبادي. بالنسبة للفيشر يمكنني أن أضيف كذلك بذور عباد الشمس، كذلك يمكنني أن أقدمها للباجي، إلا أن الباجي لا يتعاطى لها كثير. إذن حبوب عباد الشمس يمكن كذلك أن أقدمها كذلك لطيور الفيشر. بالنسبة للبرنامج الأسبوعي، إذن يوم الأحد نقدم بيض مسلوق للطيور، إذن ربع بيضة أقدمها لكل زوج، ربع بيضة مسلوقة بالقشور. إذا نحاول نهرس البيضة ونعطوها للطيور سواء الفيشر أو الباج، نقوم بهرس أو بتقطيعها إلى قطع صغيرة ونقدمها إلى الطيور. بالنسبة ليوم الاثنين يمكنني أن أقدم الخضر، كمثال للخضر يمكن تقديم جزر، نقوم بحكه أو برشه وتقديمه للطيور. كذلك يمكننا أن نقدم الكرافس، نقوم بغسله وتقديمه للطيور كما هو. كذلك يمكننا أن نقدم الفلفل سواء الحار أو الفلفل الحلو، يمكنني أن أقدمه كذلك للطيور. بالنسبة ليوم الثلاثاء يمكننا أن نقدم لهم الزنجبيل، فيه فوائد كثيرة للطيور وهو كذلك عبارة عن مسخن في وقت الشتاء. إذا نقوم بأخذ سكين ورأس سكين أملأها بالزنجبيل ووضعه في مشربية الطيور، يعني الزنجبيل مفيد سواء بالنسبة للتزاوج أو بالنسبة لتدفئة الطائر بالنسبة ليوم الأربعاء، يمكننا أن نقدم الفواكه، التي يمكن تقديمها للطيور هي تفاح أو الليمون، كذلك عبارة عن محفز للطيور، كذلك يساعد في تدفئة جسم الطائر. بالنسبة للتفاح والليمون نزيل البذور، لا يمكننا تقديم بذور للطيور لأن البذور سامة بالنسبة للطيور، إذا نزيل البذور ونقدم التفاح. بالنسبة للليمون يمكنني أن أقدمه كما هو، أزيل البذور وأقدمه للطيور، أو يمكنني عصره وتقديمه في المشربية. إذا أقوم بملء قليل من القطرات ديال الليمون نديرها في المشربية ونزيد عليها الماء. بالنسبة ليوم الخميس، نتركه راحة للطيور، لا نقدم أي شيء للطيور، نترك الحبوب فقط للطيور. بالنسبة ليوم الجمعة يمكننا تقديم خل التفاح، له فوائد كثيرة كذلك، يقي الطائر من كثير من الأمراض من بينها التشحيم. يمكننا إذا خمس نقط من خل التفاح أضعها في مشربية 100 ملل وأضيف إليها الماء. بالنسبة ليوم السبت يمكننا أن نقدم كذلك، نضيف مرة أخرى تقديم الخضر، كما قلنا من الجزر، كرافس، فلفل حلو أو حر وكذلك الخس. إذا هذا هو البرنامج المتبع الذي يمكننا أن نتبعه في فصل الشتاء، ويمكنك تغيير الأيام حسب ما يناسبك. إذا يمكنني أن أختار اليوم الذي أريد أن أضع فيه الخضار واليوم الذي أريد أن أضع فيه فواكه، كل حسب استطاعته وحسب المتوفر في
البيت. إذن سنشاهد أين وصلت فراخ الباجي الأليف، ما مدى تطورها وما مدى نموها. بسم الله ما شاء الله، لدينا 4 فراخ، 3 فراخ تشبه الأب وفرخ واحد يشبه الأم. ما شاء الله، لأن الفراخ صارت موعد فطامها، لأن ما زال لها على الأكثر أسبوع. أصغر فرخ ما زال لديه أسبوع، إذن هذا هو أصغر فرخ، تقريبا ما زال له أسبوع حتى يفطم. لاحظوا معي الطيور تأكل في عظم السيبيا، ذلك عظم السيبيا مفيد كذلك للطيور، يجب أن يوضع في القفص طوال أيام أسبوع وفي جميع الفترات، سواء في فترة التزاوج أو فترة الفراخ أو فترة وضع البيض، إذن فهو مفيد للطيور. إذن أنت تأكل في عظم الحبار أو عظم السيبيا. إذن هذا بالنسبة لي البرنامج الأسبوعي بالنسبة لفصل الشتاء الذي يمكنني أن أتبعه من أجل أن تبقى الطيور في صحة جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى ألا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة.